Assalamu alaikum. Notre révision d'aujourd'hui pour harf l'ayn et harf ghayn. Ayn, ghayn. Je vous demande un peu d'attention et de concentration et bon apprentissage. Merci. Harf l'ayn. Ayn. عين الأول عين الوسط عين الآخر. حرف العين مع الحركات ع ي عو ع ي عو عن 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 ع ي عو. نعيد ع ي عو ع ي عو عن 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 ع ي عو. حرف الغين غين. غين الأول غين الوسط غين الآخر. حرف الغين مع الحركات غ غي غو غ غ غي غو غن 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 غ غي غو. نعيد غ غي غو غ غ غي غو غن 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 غ غي غو. كلمات غارن غيرن غارن غورن. نعيد غارن غيرن غارن غورن غارن.